هذا وكشفت بيانات وزاره الصحه ان 7,621 شخصا حصلوا على التطعيم المضاد لفيروس كورونا يوم امس الجمعه ضمن الحمله الوطنيه للتطعيم، واعلنت الوزاره ان عدد الحاصلين على التطعيم في مملكه البحرين حتى مساء امس وصل الى 232,540 شخصا. هذا واكدت الوزاره اهميه اللقاح المضاد لفيروس كورونا حمايه للنفس وللغير وللمساهمه في التصدي للفيروس والحد من انتشاره يشار الى ان مملكه البحرين توفر اللقاح بشكل مجاني للمواطنين والمقيمين حرصا منها على سلامه الجميع